سينما ولات في بوشتين قسمعنا أنا ويك والآن على بلاتين راديو 98.9 فام في تونس الكبرى وتشوفوا تتفاعلوا معنا وتشوفونا على لايف ستريمينج على فيسبوك بلاتين راديو 98.9 فام تو مثلثة وثلاثين دقيقة. تحية لكم تحية لكم سامعين سلم على صديقنا وزميلنا اللي تحق بنا الآن في تقنية في جانب خلاص تقنية ناجحة عياشي وتحية لي خالد سروغ ثيفنا كما قلت لكم نحكيو على السينما وثيفنا أنتو جديد في السينما معنا الآن مباشرة بالتليفون المخرج السينمائي محمد فكي. مرحبا بك محمد على بلاتين راديو. مرحبا بك كمال ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بك محمد الساعة قبل كل شيء نورتنا. مرحبا بك في بلاتين راديو. يعيشك كمال ربي فضلك. هذا شرف لي الساعة. سينو محمد الفقي نبريزنتي روحي للناس اللي ما يعرفونيش. دونك محمد الفقي 23 سنه مخرج سينمائي شاب في راسي دياتر من 15 فيلم قصير توقع دين نحضروا في فيلم طويل. متخرج من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس اختصاص اخراج وانتاج سينمائي. تحصل على العديد من الجوائز الوطنيه والدوليه من خلال افلامي. محمد تحكي لي على انتاجات الافلام قبل شو الافلام اللي انتجتهم وبعد تحكيوا على الفيلم تاعك الجديد اللي هو ابد دهر الجديد تاعك اللي بشغل قريبا في كل قريب في قاعات تونسية. لو كنت تحكي شوي على الانتاجات السينمائية قبل تاعك. داكا هو البداية متاعي كانت ككل بدايات يعني ككل جون عنده طموح وعنده هدف وعنده حلم يحب يوصله. بديت باللي بروبر مويا نخدم هكا أفلام قصيرة. يعني مش نبدأ معنت مش نصارحك لأول مرة معنت. بديت أول فيلم صورته في حياتي معنت صورته بالتليفون وبعديك نكريو كاميرا وبعديك دو كاميرا وبعديك تروى كاميرا وبدينا بشوية هكا نكبره وبشوية نحسنه. هذوما الكل تجارب أضافولي لين نلقى روحي عام 2017 أخرجت فيلم يعني بعد هيك التجارب اللي تعلمت منهم برشا وبعد بيانسير العديد من معناتها من لي فورماسيون ومن لي ستاج والكل لقيت روحي خدمت فيلم المرأة الحديدية لفام دي فيغ اللي نال العديد من الجوائز الوطنية والدولية. الفيلم يحكي على بطلة العالم في الكرة الحديدية اسمها جيل الحناشي. دونك هو شريط وثائقي ومن غادي كبدينا بعد فيلم المرأة الحديدية معناتها بعد فيلم المرأة الحديدية خدمنا فيلم راجل أمي فيلم فرنسا 1911 فيلم الغريبة وشدينا الثنية. يعني نحكيه على فرنسا 1911 بار اكزومبل هو شريط يعني روائي وثائقي روائي دوكي فيكسيون. دونك شارك في أكثر من 50 أو 60 مهرجان سينمائي تحصل على أكثر من 8 ولا 9 جوائز ولا أخر جائزة 9 جوائز دولية والتو مازال يدور ومازال مطلوب في المهرجان السينمائية الدولية. نحكيو كيف على فيلم الغريبة اللي هو يحكي يعني شريط وثائقي على كنيسة الغريبة في جربة دونك على التعايش السلمي يعني بين الديانات والكل. دونك الغريبة كيف مازال كيبدا في التورنيه نتاعو تو الحمد لله عنده أكثر من 4 ولا 5 جوائز يعني دولية. ومن بعدها ديريكتوم قلت فازي محمد هو العباد الكل ما نكذبش عليك أغلبية العباد قالوا لي مازال بكري محمد بوغ أن لو ميتراج والكل. مي أنا أول ما دخلت هكا الفلوس معناتها نتاع الجوائز قلت محمد فازي معناتها ما تقعدش تستنى وزارة وما تقعدش تستنى دي سبونسور والكل فازي مادامك كيفاش يقولوها معناتها ربحت شوية فلوس بأفلامك حاول تستثمرهم في فيلم طويل. وقد صار بدينا بال باش نسلك محمد خلي نشارك معاك بالحديث وبالسؤال. بالنسبة للجوائز اللي ربحتهم من العديد من المهرجانات هذاك اللي قلت انه الجوائز اللي شاركت بها تحصلت عليهم في المهرجانات هذاك هما الفلوس اللي تولي فيها تمويل للفيلم تاعك الطويل اللي هو ابد الدهر.
فوالا كمان، على خاطر بون هما البيدجي اللي بزيت بيه انا بارابور، كي نحكيو على افلام طويل راهو بريسك ما انت حاتشين، ما انت قدام العباد. ما يمنت بروحي قلت انا توا عندي طرف فلوس، خليني نمشي نستثمرهم. واقترحت البروجي على الفريق، ما انت الفريق التقني والفريق الفني متاع الفيلم، وكانوا ما انت هما اكثر عباد دزوا معايا، ما انت فيهم اللي خدم بلاش، فيهم اللي خدم بريسك ما انت بشطر كشي. دونك كلنا اكيب كامله عندنا هدف وحيد، وهو ما انت نجاح الفيلم باللي بروبر مويا، بالامكانيات اللي عندنا. واضح. خدنا بريسك عام، ما انت نصوروا ونقصوا. انت تعرف الصعوبه نتاع التصوير، تعرف الصعوبه نتاع الانتاج، وسيختو نحكيو على لون ميتراج، وما انت وزدنا كتبنا فيه، ما انت زدنا برشا مشاهد ما كانتش مكتوبه من الاول. دونك تلقاو روحنا عباره عنا بيبي، عباره عنا طفل صغير، بدينا بشويه بشويه نكبروا معاه، نكبروه، نصوروا، نزيدوا نحسنوا، نزيدوا كيفاش يقولوها معناتها، نبدلوا برشا حاجات، نضيفوا برشا حاجات، لين نلقى روحي معناتها الحمد لله، معناتها بعد عام تصوير بريسك بديناه عام معناتها يعني في اوائل 2022، اليوم 2023 نلقاو الفيلم معناتها بريسك كمل توا اون بوست برودكسيون، وعلى قريب باش يخرج. تبارك الله، على قريب باش يخرج ان شاء الله نشوفوه في تونس. باش نسلك نحكيو شويه محمد على الفيلم الطويل ابد الدهر، بتبدا تعمل فيه التسويق وترويج في عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، وترويج مميز، وحتى الافيش توقع تشوف فيها الافيش ياس حلوه. لو كنت تحكي لنا شويه على ملخص الفيلم ابد الدهر. هو باش ما نحرقوش الفيلم، يعني هو الفيلم يحكي على باحثة في علم النفس، كانت تعيش في فرنسا، هبطت لتونس، عندها أطروحة تحب تنفذها في تونس. بعد العديد من الصعوبات والعراقيل مش يخليوها تنفذ الأطروحة متاعها. الأطروحة هذه تتمثل في كيفية القضاء على الإرهاب بدون خسائر مادية وبشرية. دونك مش يتم تجنيد إرهابي خطير في تونس ومش نفذ عليه الاطروحه هكية، وبعديك مش نشوفوا يعني النتيجه، اسكو الاطروحه نتاعها نجحت ولا لا، شنو هي في حد ذاتها الاطروحه، شنو ما التفاصيل اللي مش يعيشوهم، هل الارهابي بالرسمي تولد ارهابي ام هو ضحيه مجتمع. بيان سور ما تناولناش، احنا تفرجنا في برشا افلام توانسه، معناتها حاولوا انه معناتها الارهاب يصنفوه لجهات معينه كدين والى اخره، ما احنا ما تجاوزناه من المراحل هكوما. احنا سبع نعرفوا الارهابي كيفاش يتكون، ما يعطينا اليوم كيفاش الارهابي هكايا يرجع انسان طبيعي، لانه ما تولدش ارهابي هو، كيفاش بالبحوث وبالبحوث النفسية وبالتجارب اللي مش تقوم بها معه، اسكو هو اليوم مش ينجم يتخلص من الصورة هكي متاع الارهابي ويرجع انسان عادي؟ وين فوا رجع انسان عادي اكيد مش يقر على برشا حاجات عملهم وعلى برشا اسامي في تونس، معناتها كانوا هما السبب في فيلم ابد الدهر. فيلم سيناريو اخراجك، السيناريو معناتها بالنسبه لك انت كتبت سيناريو؟ أنا هو اللي كتبت السيناريو والمخرج والمنتج هي. والله كمال، معناتها تو ممكن العباد اللي يسمعوا فينا يقولوا طفل عمره 23 سنة كيفاش ينجم يشد ليتاش الكل، ممكن نام حتى الزملاء معناتها يقولوا كيفاش، معناتها راهو عندنا دي سيناريست في تونس نجم تاخذ من عندهم كذا، تنجم ما تكونش انت هو اللي شد الانتاج، فما جهات انتاج، حاول تركز على التاش هكا هو باش ما تغلطش في التاش الاخرين. وانا عشت الحكايه هذه، معناتها على خاطر صعيب ياسر انك تكون معناتها تخدم ترواتاش في الفيلم، معناتها حاجه صعيبه ياسر. المخرج اللي فيك ماذا به يعود المشهد ثلاثه واربع مرات باش يخرج بارفي، والمنتج اللي فيك على خاطر فلوس هكا تضيع وقت، دونك ماذا بيك تصور وتعدي الى اخره. دونك هيك الصراع بين المنتج والمخرج صعيب ياسر، مي الله غالب ملزوزين معناتها، لانه الفكره هي جات من حومتي، جات من شخص انا حضرت عليه، يعني دخل الحبس وقت اللي انا عمري 12 13 سنه وخرج ما عندوش ياسر، خرج 2020 وكان عايش الحبس هكايا مظلوم والتهمه نتاعو كارهاب، فهمت؟ دونك السيناريو خرج مني انا، وانا حاولت كتبته بنفس الاحاسيس اللي حسيتهم كي حكيت مع احمد هذايا جارنا. وكونسيرنو الانتاج، معناتها كما قلت لك معناتها ملزوز، بيان سور عندنا مدير انتاج
ومعناتها ومنتج منفذ الى اخره. دونك فوالا. بصراحه محمد قداش تكلف الانتاج تاع الفيلم تاعك؟ والله هو هي كمان من المستحسن اني ما انت ما نجاوبش على قداش تكلف، لانه نحب معناتها ممكن الشيفر اللي مش نقوله ماشي ياثر على ماشي ياثر على العمل ماشي ياثر على العمل للمستمعين. معناتها مش يقولوا فيلم متصور بجي كما هكا، معناتها ماذا بيا يكون مفاجاه. معناتها بعد ما ينجح ان شاء الله الفيلم ونقولوا راهو الفيلم هذا يتكلف بتيل مونتون. انت دونك نحكي محمد على الكاستين تاع الفيلم، كل برشا شخصيات نشوف فيهم، فما شخصيات يعني وجوه جديدة، وفما شخصيات معروفة كما آزر، كما علي حسين، كما محمد. أحكي لي شوية عن الكاستينج، كيفاش تم اختيار الكاستينج؟ والله بكونسيرنو الكاستينج، يعني انا من الاول ملي انا نكتب في السيناريو يعني شفت الشخصية متاع مروان، قلت هذه آزر الزوالي، وكتبت الشخصيه نتاع ألفة قلت هذه هنا بناني، والشخصيه نتاع كيف ام الشهيد وبو الشهيد والكل، يعني فما اسامي من الاول ملي انا نكتب ديجا كلمتهم قلت لهم راني مش نكمل نكتب عليكم. دونك انتم بيان سور بارتاجيت معهم الفكره والكل، وقالوا لي محمد اكتب واحنا معك. دونك هذوما بالنسبه للابطال يعني، والبقيه كاستينغ. وحاجه واحده اخرى كمان كونسيرنو الكاستينغ، انا بالنسبه لي ما نخدمش على الشخص اسكو مشهور والا ماهوش مشهور والكل، معناتها اسكو نشوفك والا ما نشوفكش. فهمت؟ اسكو انا كي كتبته كمخرج اسكو انا نشوفك في الدور هكايا او ما نشوفكش. دونك فوالا. البطولة كانت الأزر الزوالي وهنا بناني والأستاذة أمال الكرائي وسي خالد الخنقي، بيانسير بمشاركة نبيل بالحاج ورمزي باللاج، علي حسين، أشراق الوسلاتي، بلال الهميسي، يعني فما وجوه جديدة احنا هما اللي اكتشفناهم، وفما وجوه ديجا خادمة والكل خدمنا معهم. دونك فوالا. الكاستينج الحمد لله، ما انت نورمالمون شفت البوند انونس وكان الكاستينج يعني موفق والحمد لله ما على اختياراتي الى حد هذه اللحظه ان شاء الله. شيء الصعوبات تعرضتوها في الفيلم، في التصوير، في الواحد بون، هما كونسيرنو الصعوبات، يعني اكيد انت كي مش تخدم بيدجي باللي بروبر مويان نتاعك اكيد مش تلقى صعوبات يعني ماديه، لكن الحمد لله تجاوزناها. معناتها كانت من اكثر الصعوبات اللي لقيناها هي الحصول على رخصه تصوير، سيرتو كونه احنا نصوروا عندنا مشهد كبير في شارع حبيب بوركيبه، دونك عطلونا بالباهي باش صورنا في شارع حبيب بوركيبه، بارفوا هكا نقعدوا معناتها يفوتنا الوقت، دونك يطلع معناتها يخرج النهار وسي بون تغيب الشمس، واحنا عندنا مشهد جور دونك لازمنا نوفروا دي سورس نتاع لوميير اللي هو معناتها الكترو، كاميون كبير نتاع الكترو، معناتها نحاولوا باش نكملوا نخدموا بريتم اكسيليري، ندوروا بريسك في 14 ساعه معناتها في النهار، وهذا بيان سور ياسر على الفريق التقني وعلى الفريق الفني. دونك الصعوبات كانت هكاكا، والكل عندها علاقه بالانتاج، مي الاسبري نتاع الجروب اللي خدمنا فيه معناتها اسبري نتاع عائله، اسبري نتاع بيت تغير ريالمون على البروجي نتاعها. كما قلت لك الفيلم ولد الناس الكل، ما هوش جوست فيلم محمد الفقي معناتها. فهمت؟ محمد تمام. وي تفضل كمل، سامحني تفضل كمل. ميم جوست معناتها نحب نبارتاجي حاجه وباش ما نظلم حد وباش نقول معناتها نكون صريح، يعني حتى ليكيب نتاع الفيلم معناتها الناس الكل نعطيو اراء لبعضنا، نعملوا هذه نحاولوا نحسنوا هذه، الناس الكل تبارتاجي في الافكار مع بعضها. علاش نقول لك هذه الاسبري محلاها على الاخر؟ لاني ما فماش هكا الحاجز بين مخرج ومدير تصوير وممثل ويؤدي الدور اللي كتبه له المخرج والسيناريست وكهو، معناتها فما بارتاج، والبارتاج كيف راهو لازم يكون موجود، لانه احنا توا مالوريزمون الحمد لله قاعدين نقدموا في السينما، ما احناش قاعدين نخدموا بالطرق هذه، ديما فما حواجز. انا حضرت على العديد معناتها من لي تورناج والكل وشفت هكا البعد بين العلاقه بين الممثل والمخرج والفريق التقني. محمد باش نسلك توا الفيلم ابد الدهر وين يتعدى في عروض المهرجانين؟
هو البروغرام احنا ان شاء الله قاعدين نخدموا مع بوت ديستريبيسيون وعندنا بوت دو كوم بيان سور قاعده تخدمنا في الكوميونيكاسيون ان شاء الله مش يبدا الفيلم في التورني نتاعو في المهرجانات. معناتها قاعدين نبرمجوا مع مهرجانات سينمائيه في عروض، معناتها في عروض اولى فهمت ان شاء الله في مهرجانات كبيره، وكيف كيف مش يشارك في العديد من المهرجانات، وان شاء الله بعد ما يكمل التورني نتاعو كمال في 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 المهرجانات يجي لتونس ويعمل عروض في تونس ونخدموا له، معناتها ونخدموا له لي بروجيكسيون ويدخل يعني كوال الديار التونسي. نسوا نلقاو الفيلم بتاعك مشارك في اي قرطاج السينمائيه؟ والله احنا حابين نخلطوا على الاديسيون نتاع السنة، على الدوره نتاع السنة، ما خلطناش معناتها لانه كيما قلت لك معناتها الظروف الانتاجيه صعيبه شويه، دونك اللي قاعدين نحضروا توا معناتها اون باراليل في المونتاج وفي الموسيقى نتاع الفيلم، والموسيقى نتاع الفيلم قاعده تخدم فيها الفنانه امال المسلوثي. دونك فوالا ما خلطناش صناع جي سي سي، وبيان سور حلم كل مخرج تونسي انه يشارك في قرطاج السينمائيه، لكن ان شاء الله نعملوا تورني باهي في مهرجانات واحد اخرين، وفما مهرجانات كبيره زاده في تونس نجموا نشاركوا فيها ان شاء الله. بيه محمد على شكون تقول شكرا؟ على شكون نقول شكرا؟ شكرا اول حاجه لربي سبحانه، شكرا لعائلتي، للناس القراب لي، لاصحابي، لعائلتي، بيان سور شكرا زاده للناس اللي احبطتني على الاول، للناس اللي ما مدتليش يديها، للناس اللي صعبتها عليا، لان لو كان ما تصرفوش معايا هكاك راني ما نكونش اليوم، ما انت ما وصلتش الحمد لله وصلت وانا تو، وان شاء الله ما زلنا مقدمين وما زلنا مواصلين. ان شاء الله محمد شكرا لك اللي كنت معنا في التليفون. يعيشك. نخلي الكلمة يعيشك وشكرا كماني كمال وشكرا لك انت على الاستضافة. يعيشك نخلي كلمة ختيم شو تحب تقول مستمعين بلاتين راديو. بون نحب نقول ميرسي اول حاجة على الاستضافة، محلاه معناتها الحديث معك، نقول نحب نشكر بيان سور الناس اللي دعمتني، الناس اللي امنت بيا، الناس اللي مدت لي يديها، نحب نشكر كيف عائلتي، امي، بابا، اصدقائي الاقرب، نحب نشكر الفريق العمل نتاع فيلم ابد الدهر، لانه لو كان مش هو راهو فيلم ابد الدهر ما يشوفش النور، فريق العمل ككل يعني من الفريق التقني والفريق الفني بالليتاج الكل وبالاسامي الكل ما نحبش نسمي باش ما ننساش. دونك فوالا ان شاء الله فيلم ابد الدهر يشوف النور، ان شاء الله ينجح في المهرجانات السينمائيه، وان شاء الله يجي لتونس كيف كيف يحقق نجاحات كبيره، واحنا متفائلين خير واللي كتبوا ربي توسي ان شاء الله. وقتاش العرض الاول في تونس؟ العرض الاول ولا مازلنا ما برمجناش كمان، على خاطر كيما قلت لك معناتها احنا خيرنا، هو كان الاختيار معناتها بالنسبه للشركه نتاع التوزيع انه الفيلم ياخذ حظه في المهرجانات، خليه هو يخدم على روحه في المهرجانات، وبعدين كان يدخل لتونس نعملوا عرض بيان سور الاول كان للصحفيين وللفريق العمل نتاع الفيلم يعني وللناس اللي يعني عندها علاقه بالفيلم، ومن بعدين كان ان شاء الله يخرج للعامه. دونك الدات اكزاكتومون ما نحبش نقول لك باش 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 معناتها ما نغلطوش. يعطيك الصحة محمد، نورنا وشرفنا. يعيشك. يعيشك ربي يفضلك. اللي كنت معنا في التليفون، مرة شيء تجي بعدين في الاستوديو. ان شاء الله والله تعذر علي الحضور يا كمال، سينو والله كنت بحذاكم وهذا شرف لي. ميرسي محمد، شكرا لك. يعيشك. شكرا لك محمد. ربي يفضلك، بون كوراج. باي باي. ميرسي بوكو. كان معنا في التليفون المخرج السينمائي محمد فقيه، حكينا على الفيلم تاعو جديد، فيلم طويل بعنوان ابد الدهر، ان شاء الله نشوفوه على القريب في تونس، ان شاء الله على الاشلاء في القاعات السينمائيه التونسيه، واكيد نشوفوا الفيلم تاعو في المهرجانات على الإسلام، أي قرار سينمائي أو المهرجانات الدولية والانتمادية. المزيد من النجاح والتوفيق لمحمد فخي، وتحية لكامل الفريق العاملين في الفيلم أبد الدار.